يلا باي بشير. الله معك. مراد بعد من قدامي. انت بعدي. روحت بشنطايتك. مرحبا عمتي. اهلا فيكم يا روح عمتكم. اف منك. تعي يا احلى بنت بالعالم. كيفك عمتي؟ منيحة حبيبتي، مبسوطة كتير. انتو كيفكن؟ خبروني شو عملتوا اليوم؟ دروس دروس دروس. واليوم شافت حبيبة كمان. مراد؟ شو بدي سمي لك أنا؟ سكرت امك. شوفي حمرت. نهال؟ قبل. مراد عم يحكي مزبوط؟ ايه مزبوط، اليوم اجا استناها قدام المدرسة. لو تشوفيها لأختي، وشوفي كيف بتصير تضحك لما تشوفه. بتصير تضحك له وتتغماله وتتفتل هيك. لا تتمايع. وبتعمل حالة مثل البنات الكبار. سكوت بقى. يا ولاد يا ولاد خلص. يا ولاد لقيتي لعب. سمر مريضة ونايمة. شو بها؟ بظن أخذ شوية برد، لازم ترتاح. رح شوفها. تعا حبيبي اتركها نايمة. خلونا هلأ نطلع لفوق مشان تبدلوا أواعيكم. يلا بس تغيري أواعيكي بدك تحكي لي عن هذا الشاب رفيقك. ما عاد فيكي تهربي. سكوت. يلا. لميس خانم. فينا نحكي شوي؟ هات لشوف. نهال في عندها صديق، بظن انت بتعرفي هالشي. اجا اليوم لقدام المدرسة. ايه؟ اجا لعندها هو ورفيقه وعلى الموتور كمان. لا تفهميني غلط، ما بدي بين قدامك بصورة مو حلوة، بس شو بيعرفني؟ كأنه الولد عقله مو تمام، يعني طايش شوي. بعدين لحقونا على الميتور ومشوا بجنب السيارة مشان يتباهوا قدام نهال. كانوا عم يسوقوا مثل المجانين وعملوا حركات خطيرة كتير. بكرة بيجي مرة تانية وبيحاول يركبها لنهال معه. وهيك أنا قلت بخبرك. مرسي بشير. بعدين منكمل حديثنا. شوفي. ما في شيء. سمر قالت إنه عشاء خاص. ماني فهماني ليش العشاء الخاص كرمال جاية بشرة. لأنه تعودنا عليها، صارت وحدة من البيت. ما هي؟ مزبوط. نهار خلينا نحكي عنك شوي. شو قصة الشباب يلي إجوا لقدام المدرسة؟ مراد قال لك ما هيك؟ وليش ما قلتي لي انت؟ ما بعرف، ما صار فرصة. بعدين ما في شيء مهم. وقفنا على الباب شوي وصرنا نحكي شوي وهيك. تعرف على رنين وكان معه رفيقه وتعرفت عليه. بس ما كان إليك خبر انه بده يجي لقدام المدرسة؟ لا، حب يفاجئني. انت ما كثير حبيتي للشاب بعرف، بس انا كل ما شفته بحس انه منيح، مو مثل ما انك مفكرة. الانطباع الأول مهم كتير. تتذكري كيف ما ارتحتي له أول مرة شفتي؟ فكري منيح، أنت فعلا متأكدة إنه رح يكون صديق منيح يوقف جنبك؟ ولا عم تحاولي تقنعي حالك؟ أنا مقتنعة. زيد ولد أهوج وما بيقدر يسيطر على حاله. هذا كلامك؟ بعرف، بس أنا هلا أنت عم تحكي عن المشاوير على الموتور. مراد ما ترك شيء اللي حكالك ياه. الموتور خطر كتير. اسمعيني منيح، أنا شايفة زيد متهور كتير. إياك تفكري إنك تركبي معه على الموتور نهائياً. ما بدي عيد؟ مثل ما بدك. وعد. بتمنى إنك ما تخبي عني أي شيء بصير معك بتعلق بهالشاب. معقول يخبي؟ ما بساوية. طيب يلا خلينا ننزل. ماشي.